علاقتك الشخصيه بايه؟ علاقتي بدات ازاي؟ بدات ازاي؟ بدات بعد احداث مجلس الوزراء، كنا معتصمين في الميدان هنا هوت، وجالي استاذ اسمه كمال احمد عبد الله خلافي المحامي، قال لي يا دكتور عمر انا عاوز اقول لك حاجه. انت دكتور في ايه يا دكتور؟ انا حضرتك بحضر دكتوراه في طب الاطفال في جامعه الازهر، وبحضر يعني تقدمت دراسه الماجستير في كليه الشريعه الاسلاميه جامعه الازهر، وفي معهد قراءات شبرا في عليه القراءات. طب جميل جدا، نرجع لموضوع التربيه. اهلا بك. فالاستاذ كمال احمد عبد الله خلاف قال لي يا دكتور عمر انا بعدي على الميدان كتير جدا، وبصراحه ما بحبش اطلع الميدان من الحاجات اللي ببقى شايفها فيه، فبس انا سالت عليك كده اهوت، الناس قالوا لي الدكتور عمر راجل محترم، فجيت ان انا اقول لك الموضوع. قلت له اتفضل حضرتك. قال لي يا دكتور عمر انا تحت بيتي تابوت العهد القديم، تابوت الشريعه، تابوت السكينه اللي مذكور في القران الكريم. قلت له ماشي خير ان شاء الله. قال لي طيب التابوت ده بقى فيه اسم الحاكم اللي هيحكم مصر بعد حسني مبارك. قلت له طب يعني ماشي يا استاذ كمال، طب دي شفت الرؤيه انت؟ قال لي دي رؤيه من 30 سنه، من 81 وانا بتطاردني هذه الرؤيه. قلت له طب استاذ كمال حضرتك شفت رؤيه؟ انا ما شفتش. قال لي يا سيدي مش قصه رؤيه وبس، ده انا قدمت طلب لهيئه الاثار وراحوا كشفوا فعلا على البيت، لقوا فعلا في تابوت موجود تحت البيت. قلت له الله، طب هيئه الاثار قريبه، يلا يا استاذ عزت بينا نروح على هيئه الاثار. خدت الاستاذ عزت العربي، راجل من الناس المحترمين جدا الافاضل، ورحنا هيئه الاثار. دخلنا هيئه الاثار في العباسيه، وكيل الوزاره قابلناه قال ما فيش حاجه اسمها تابوت، ده كذب، ده الراجل عايز يطلع الناس اللي في البيت، ده مش عارف ايه. قلت له بس الراجل بيقول في تقرير وفي لجنه. قال لي كذاب، ولا في تقرير ولا في لجنه. قلت له طب خلاص ماشي شكرا. رحت له استاذ كمال، استاذ كمال لو سمحت هات لي الطلب اللي انت قدمت بيه، اللي انت قدمته لهيئه الاثار رقمه. راح مديني ايه رقم الايه الطلب. رحت داخل الموظف في الدور الثاني، قلت له يا صاحبي والله احنا قدمنا طلب برقم كذا بتاريخ كذا، عاوزين نعرف بالظبط ايه اللي حصل فيه. قال لي او تحت امرك. من موظف لموظف لموظفه للاستاذه ماجده في الدور الخامس. استاذه ماجده في الدور الخامس فتحت لي الدفتر بتاعها، والاستاذ عزت العربي واقف جنبي. قرينا في الدفتر الاتي: تقدم المواطن كمال احمد عبد الله خلاف بطلب لهيئه الاثار بشان الايه 248 سوره البقره تابوت العهد القديم والموجود تحت العقار رقم 21 شارع مؤسسه النور في الزيتون، وقد شكلت لجنه بتاريخ كذا واصدرت تقريرا رقم 166 بتاريخ 10/4/2011. قلت بس يا استاذه ماجده انا بقى عايز صوره بقى من التقرير دوت. قالت لي ها انت بتتكلم على موضوع التابوت؟ لا عليك وعلى مين بقى؟ مع الدكتور محمود يعني عفيف. يعني في حاله انكار مع المؤسسات والجهات اللي هي الرسميه. لفينا بقى لفه كبيره، احنا بقى لنا 6 اشهر في القصه ديت.